السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الحضور، نطل عليكم اليوم في هذه الإطلالة الهامة لتوضيح مواقف كثيرة خلال المواقع التي نتبوأ، يعني سواء بسوريا من مجلس وطن حقوق الإنسان، ولا بالحركة الوطنية، ولا كتمثيلنا المنظمة الدولية لحقوق الإنسان ودفاع الحريات العامة بأمريكا، والملفات التي عايشناها. وسنتكلم اليوم يعني عن موضوع القمة العربية بالجزائر والعلاقات العربية الإسرائيلية، والآن التركية الإسرائيلية وانعكاساتها وما يجري، والتطورات وملف الصحراء المغربية وأمور كثيرة عملنا عليها. فلا بد من توضيحات ومن خلال التصريحات الآن التي تتداول على مواقع التواصل الاجتماعي وإيميلات وأسئلة كثيرة تردنا إلى منظمتنا وغيرها من مواقف كثيرة واستيضاحات ورسائل على مواقع التواصل الاجتماعي والفيسبوك. أعزائي الحضور، يعني بالنسبة الآن للقمة العربية التي المزمع عقدها بنوفمبر في الجزائر، يعني وما يشبه من تسريبات إعلامية وإلى آخره، من دعوة المغرب وعدم دعوة المغرب، ومن ثم خلاف سعودي جزائري وأمور كثيرة. كما قلنا، احنا لاحظنا خلال القمم العربية الأخيرة خلال السنوات الماضية يعني كلها لم تنجح، عبارة عن حبر على الورق، سواء بحضور على مستوى القادة أو على مستوى مندوبين أو وزراء خارجية التكليف. يعني لم نرى منذ عدة سنوات قمة عربية شاملة للقادة العرب، لأنها أو تثمر حتى عن قرارات يعني أدت إلى أي تفعيل على أرض الواقع. فماذا ننتظر من قمة الجزائر؟ نحن كباحثين وبمواقع مسؤولية بحقوق الإنسان ونمثل شرائح مجتمعية بالنهاية، وآراءنا وآراء شعوب، يعني إحنا جزء من الشعب، وبالتالي لن نتأمل الكثير إذا درسنا الخارطة الإقليمية والدولية والخلافات الموجودة بسبب الخلاف والعمق عن القضايا العربية. لدينا القضية الفلسطينية، القضية الفلسطينية هناك قرارات دولية، قلنا سابقا هناك حدود 67، هناك مبادرة العربية، هناك كثيرة، وكل من يجر البساط من اتجاه معين وإلى آخره. هناك مواقف مزدوجة. اليوم على الجزائر أن تعيد مراجعة أوراقها للمرة الأخيرة بالمنطقة، سواء بالشرق الأوسط ولا بشمال إفريقيا ولا بالعلاقات العربية العربية. اليوم يا أخي تصريح وزير الخارجية الفلسطيني أن التقارب والتطبيع العلاقات التركية الإسرائيلية تخدم القضية الفلسطينية. إذن لماذا التطبيع في المملكة المغربية لا يخدم القضية الفلسطينية مثلا؟ إذن يجب أن لا نكيل بمكيالين. لماذا نقبل بالتعاون مع كل الدول، مع الإمارات، مع الخليج، مع كل الدول، مع مصر، مع الأردن، مع تركيا، وكل الدول مطبعة، وهذا شأن الداخلي مع إسرائيل؟ لماذا نقول أن المغرب هو الوحيد المطبع مع إسرائيل؟ إذن هناك ازدواجية المعايير، هناك خلل بالأمور، هناك أمور غير صحيحة، وبالتالي القمة العربية إلى الآن غير ناجحة. لا يعني انعقادها، إن انعقدت على مستوى والله مندوبين وعدم حضور قادة وزعماء وقرارات جريئة، لا تسمى قمة عربية ولا نجاحات. اليوم القضية الفلسطينية لها مصالح مع مصر، مع الأردنيين، مع لجنة القدس بالمغرب، مع تركيا، حماس مع إيران، أمور كثيرة متداخلة، وكل طرف يريد أن يكسب على حساب طرف. ما لديها الجزائر أن تقدم للقضية الفلسطينية؟ شعارات بالملاعب، ولا نقصد نحن الشعب الجزائري، فهو أكيد متعاطف كباقي الشعوب العربية بهذا الموضوع. فاليوم إذن القمة العربية شبه خلافات
على رأسها القضية الفلسطينية، ومن ثم أيضا الملف السوري. الجزائر تريد إعادة سوريا جامعة الدول العربية، صعب يا أخي. هناك رأي أيضا للشعوب العربية وللشعب السوري، من أنتم حتى تتجاوزون قرارات وآراء الشعب السوري؟ اليوم تركيا المتدخلة لم تستطع أن تتجاوز الشعب السوري، يقولون مظاهرات مفبركة بإدلب، لم تكن مفبركة، وكان هناك خوف وقلق من الأخوان المسلمين على أن يحصل معهم ما حصل من أخوان بمصر عند المصالحة المصرية التركية. كذلك الداخل السوري الموالي كان رافض بنفس الطريقة، يعني الشعوب متضررة، وقلنا سابقا نحن شعب متضرر. إذن أيضا القضية الفلسطينية محور عدم توافق بالقمة العربية، القضية السورية محور عدم توافق بالقمة العربية. ونعود للموضوع الأبرز بالساحة كون شمال إفريقيا، القمة العربية بالجزائر والصحراء المغربية والأقاليم الجنوبية وكذا. معلش يعني هناك موضوع كبير جدا اليوم، لا يزالون يتحدثون عن تقرير المصير منذ 45 عام. الدنيا تغيرت، قرارات مجلس الأمن الأخيرة تغيرت. اليوم نحن أمام مشروع واقعي مطروح بالأمم المتحدة من قبل المغرب، هو مشروع الحكم الذاتي. وهناك دراسات دقيقة وعميقة من عدة الدول، والعرب بالإجماع يقفون مع مشروع الحكم الذاتي باستثناء الجزائر. اليوم في إجماع عربي، يعني يجب أن تعي الجزائر أنه في إجماع عربي على موضوع مبادرة الحكم الذاتي. قرارات الأخيرة للأمم المتحدة لم تعد تتحدث أصلاً عن حق تقرير المصير. نعود ل 45 عام، الانتهاكات بتندوف حقوق الإنسان، ما يحصل الآن من مشاكل وصراعات داخل تندوف. إذا أردنا أن نعود للماضي، إذا 45 عام البوليساريو هم يقيمون على أراضي تندوف الجزائرية، أصبحت حيازة قانونية وملك للبوليساريو، إذا أصبحت قطعة أو عاصمة للدولة المزعومة للبوليساريو. كذلك لا يجوز أن نخرج بالسياق التاريخي، ما سمعنا من بعض الخرجات أن نعم تاريخ مغربية الصحراء عبر قرون والمنطقة كلها للمغرب، صحيح تاريخيا، ولكن يجب أن نتعامل اليوم بالحدود الموجودة والاعتراف بالدول الاستقلالية. اليوم موريتانيا جمهورية مستقلة وإسلامية، لا نستطيع أن نعود بسوريا. بسوريا كانت بلاد الشام كلها بلاد الشام، من العراق للأردن للبنان لفلسطين، أجا ساكس بكل يوم دول. لا نستطيع أن نقول للأردن أنتم كنتم الآن محافظة سورية. يجب أن نعترف بالأمر الواقع وأن نعمل حسب أمر الواقع. تاريخ تاريخ، اليوم نعم العشائر والمشايخ والعلماء كلهم مبايعين العرش العلوي منذ قرون على هذه الأراضي، وآخرها كان بالعيون عام 75 900 و1000. نحن نعرف تاريخ، مشكلة ليس بالتاريخ والأرض المغربية، مشكلة اليوم لدينا قرارات أمم متحدة وقانون دولي وصراعات وتدخل دولي، وما هي آليات العمل من أجل تحقيق هذا الحق أو تثبيت هذا الحق الواقعي. يعني اليوم الأقاليم الجنوبية متطورة، واليوم هناك تدخل إيراني بالمنطقة، هناك تدخل روسي، يعني الجزائر ليست صاحبة قرار مستقل في الموضوع. هناك ضغوطات من إيران وروسيا واضح يعني، والجزائر تحمل يعني الآن مسؤولية كبيرة بالمنطقة على أنه يعني تؤثر على كل العرب والحروب، والتاريخ سوف يسجل يعني كما سجل خراب بالشرق الأوسط كسوريا. كل نظام يلتزم تحت شعارات الممانعة والمقاومة والكذب الذي تقوده الإمبراطورية الفارسية، يعني الموضوع ليس تشيع أعمق من ذلك، موضوع استغلال الدين. إحنا دعونا سابقا الشيعة العرب بالشرق الأوسط أن ينتموا لهويتهم الوطنية، كما نرى في المغرب اليوم، يعني اليسار اليمين الإسلامي شمال جنوب كله تحت راية واحدة وعرش موحد بهذا التوقيت. كلهم الهوية الوطنية هي الأولى والأخيرة، يعني بعيد عن الطوائف عن الديانات عن العرقيات. وبالتالي يعني فلسطين هي من بدأت بأوسلو سابقا وباتفاقيات منفردة، على الشعب الفلسطيني وقياداته يتحمل مسؤولية. نحن قلنا في سوريا الآن أولا، القضية الفلسطينية لدينا هي ثانيا، رغم حبنا وعمقنا للقضية والشعب الفلسطيني،
ولكن الاتفاقيات متجزئة. اليوم العرب كل واحد يمارس سيادته عنده تطبيع. النظام السوري لا يحق له أن يوقع اليوم سلام مع إسرائيل، فاقد الشرعية، ولا يحق للأقليات وباستفتاءات، موضوع كبير جدا يعني بالدستور السوري. والشعب قلنا عندما ينتج حل وطني ومشروع وطني وتستقل سوريا وتتعافى، هي من تقرر تلك القيادات باستفتاء شعبي السلام، السلام مع الشعوب. لا يمكن أن ندعم شرذمة أو قلة من الناس تسيطر بكل طوائف وديانات، أو نقصد طائفة واحدة على الحكم بسوريا، أن تقرر السلام بسوريا. ليس لديها ما تعطي يعني. كيف ستعود الجولان وما هي المقررات؟ سوريا لديها وضع خاص جدا، ليس كمان أن يذهب المعارضون إلى تل أبيب ويبيعون الوطن، وكل من ذهب يقول أنا أوقع مع إسرائيل وتعالوا أبيعكم. هل شغلة حكام من يبيعنا الأرض ومن يبيعنا الجولة؟ فهي مباعة أصلاً بالأساس. فاليوم السلام يكون مع الشعوب، يكون بالتقارب. سوريا لها دور محوري، موقع جيوسياسي خطير جداً بالمنطقة، فعلينا الاعتماد على الشعوب وتمثيل الشعوب، ونحن لا نطرح دائماً إلا حوار المجتمع وتوحيد المجتمع من أجل الذهاب إلى السلام وفق القرارات الدولية ودعم الحقوق والمبادرات 67 والمبادرات العربية وما اتفق عليه العرب. ليس موضوع شخصي، والله اليوم سوريا محمية إيرانية، وقد يعني سقطت سوريا اليوم بيد الإيراني. الإيراني يعني عاجلاً ماجلاً لابد من سحابه من سوريا. اليوم يبحث على مشاريع اقتصادية وتشيع جمعيات خيرية حقوقية. مجتمع المدني اليوم يخترق المجتمع السوري لكي يحضر في حال انسحب بالمستقبل من سوريا. اليوم مشروعه أخطر ونحن ضد ذلك. اليوم النظام لا يحل ولا يربط، ليس له شرعية بسوريا. الإيراني هو من يدير سوريا. من يريد منصب أيها المعارضة فليذهب إلى طهران، اذهب إلى معلمين النظام. لماذا تذهب إلى النظام؟ لهذا نحن موقفنا كان على ماذا نتصالح؟ أن نذهب إلى طهران لكي نتصالح؟ موقفنا ثابت من إيراني، والإيراني يجب أن يخرج من سوريا كما باقي الاحتلالات طبعا، ولكن نحن نركز كاستطلاعات رأي لحقوق الإنسان والمجتمع السوري أينما كان، وهذا هو موقفنا. يعني لا مصالحات بدون خروج الإيراني ولا أي شيء أصلا. يعني نحن هناك جرائم لا يمكن القفز فوقها، هناك حقوق إنسان، هناك ملفات تحت التعذيب، هناك محاسبة، هناك تورط إقليمي، هناك مشاكل كبيرة لا يمكن تجاوزها، فليأتي من يتجاوزها. نحن لا نستطيع كوطنيين ومؤمنين بالهوية السورية وبالنسيج الاجتماعي السوري أن نتجاوزها. فإيران اليوم تسيطر أيضا، وهي وراء المشاكل بالجزائر والمنطقة، وعلى العرب أن يتنبهوا، وعلى آن الأوان الجزائر أن تفهم ذلك. يعني العرب اليوم 90% يؤيدون مشروع الحكم الذاتي المغربي. كيف ستنجح القمة العربية بدون حل الخلاف مع المغرب ودعم مغربية الصحراء؟ أي قمة ستنجح مندوبين والقليل على الورق؟ إذا القضايا الرئيسية غير متوافق عليها بالقمة العربية، ولا نرى إلى الآن إمكانية التوافق معه. تريد تخريب الدور ونجاح قمة والتفوق على جارك أو أخوك؟ أو والله العلاقات المغربية الإسرائيلية، قلنا هناك مليون مغربي يهودي، حكينا سابقا بهذا الملف، لا خصوصيته واستئنافه، وليست موجهة ضد الجيران. ومن خرج بتصريحات أن العلاقات تضر والشعب سيتحرك وتلك الدعوات والمسيرات، يعني الزمن تغير. اليوم الدول لها استقلاليتها، هناك قرارات أمم متحدة، هناك مجتمع دولي يجب العمل على هذا المكان. يعني لا تستطيع أن تضرب تلك الخرجات، يعني هي حرية رأي وتعبير ولكنها لم تكن مسؤولة. يعني نحن كمنظمة عملنا على ملف الصحراء المغربية، وبدأت سابقا سواء من تقارير حقوقية عن المغرب والمنطقة، ولنا مكاتب بكل المنطقة، وبدأت بتقرير العيون عام 2020، وبدأت أيضا بدراسة حول مبادرة الحكم الذاتي وحقوق الإنسان وتطور حقوق الإنسان في المغرب، ودرست ملفات عديدة وقدمتها الأمانة العامة بأمريكا إلى الأمين العام للأمم المتحدة. عملنا على دراسة واقع المؤسسات المغربية حسب المعاهدات الدولية. فاليوم نحن
نهتم بالمعاهدات الدولية، بالأمور الإقليمية، بمؤسسات المغرب، ما تطور، ما هي التقارير الحقوقية ومقارباتها يعني الدولية. لا نهتم، تأتينا باليوم عشرات الرسائل، فلان ضرب زوجته وفلان أرضه وفلان لديه براكة وفلان، يعني من عدة دول في شمال إفريقيا. هاي مسؤولية الجمعيات الوطنية والمجتمع المدني يعني، حتى لا ينزعج منا الآخرين من عدم الإجابة على هذه الرسائل باليوم عشر رسائل. فنحن ندرس الأمور بشكل إقليمي ومنظور دولي ومعاهدات، ولكن نتميز عن باقي المنظمات وبفكر آخر. هم أحرار بفكرهم، منظمات دولية. نحن اليوم ننظر لخصوصية المجتمعات العربية والإسلامية بكافة الديانات والطوائف والشرائع السماوية حسب نظامنا الداخلي. ننظر إلى المقاربات، ما يتناسب مع شرائعهم، خصوصياتهم، مجتمعاتهم، ونطور إلى أن تتغير الأجيال عبر أجيال. عندما تتغير الأجيال وتقبل بأمور أخرى، هذا خصوصية مجتمع. وبالتالي القوانين أصلا تنشأ من المجتمعات ومن حوادث بالمجتمعات، وتطور من خلال أحداث بالمجتمعات أو حادثة تكون في الشارع قد يسلها قانون أو وفق المعاهدات الدولية، يسمون المعاهدات الدولية على الوطنية وتعديل التشريعات. إذن هناك مقاربات لأحداث تحدث مع المواطن في تطوير القوانين، وبنفس التوقيت يعني بما يواكب المعاهدات الدولية. وطرحت المنظمة الكثير، يعني آخر كان اجتماع منتصف شهر 6، المنظمة مشكورة وجهت رسالة لرئيس مجلس الأمن الدولي والأمين عام الأمم المتحدة، ودعمت مبادرة الحكم الذاتي. كذلك لدينا مواقف كثيرة بطرح وساطات يعني غير إلى آخره. دائما نسعى للسلام، نحن لسنا مع قيام أي حركات انفصالية لا بشمال إفريقيا ولا بسوريا. عند قسد ومسد وإخوتنا الأكراد قلنا تمثيل مجتمع أن يندمجوا بالهوية السورية كمكونات، كما أيضا نرفض الانفصال والبوليساريو أو بالجزائر حتى بالقبائل أو كذا، أو تمزيق وحدة الصف العربي. إذن عن الجزائر اليوم نتكلم مع حبنا للشعب الجزائري ودون أي خلافات. اليوم الجزائر على مفترق طرق، أما أن تنجح القمة العربية وأما أن تسقط القمة العربية، على ماذا سيتفقون وأنت واقف ضد وحدة أراضي المغرب العربي الكبير وضد أشقائك العرب بالوساطات والمصالحات؟ ولا تصالح ولا تصالح. وبنفس التوقيت إسرائيل ماذا؟ فلديك يا جزائر، لديها علاقات بكل الدول العربية التي لديها علاقات مع إسرائيل اليوم. وبعدين من ثم دول عربية ولا غير عربية كلها لها علاقات ومطبعة مع إسرائيل. فليجتمع الكل بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا وانتهى الموضوع، وليجدوا حل عادل للقضية الفلسطينية، فليتعايشوا مع دولة إسرائيل وانتهى الموضوع. ما في داعي للمزايدة باستثناء سوريا، هذا النظام لا يحق له لا التوقيع على المعاهدات ولا سلام ولا شيء. حاجة لمشروع وطني وسلام، كنا مجاورين لإسرائيل، وهناك موضوع الجولان وموضوع السلام خاص يحتاج استفتاء شعبي وعمل جاد بين الشعوب، وليس فرض أي نظام من أجل التوقيع، لا بعملاء المعارضة الذين ذهبوا لإسرائيل ولا بهذا النظام المتهم بالجرائم وغيرها. يعني فاقد الشرعية ولا يحق له وصل لا يملك حتى شرعية لا الأرض ولا البيع ولا الشراء من أجل السلام. السلام الشعب السوري شعب سلام، يريد الحقوق ويريد التعايش ويريد كل شيء سواء بالداخل ولا بالخارج. وبالتالي تاريخ المغرب العربي وتاريخ بلاد الشام، هناك تعاقب حضارات ودول. هل نستطيع اليوم أن نقول أن والله تركيا كانت إمبراطورية رومانية، هناك الفرس كانوا يحكمون بالشرق، تعاقب وصراع حضارات وكذا. ونحن يجب أن نعمل وفق الواقع العربي الممزق اليوم، ووفق قرارات الدولة والأمم المتحدة، وفق الحدود التي حتى لو صنعها الاستعمار. وبالتالي يجب أن تدار يعني القضايا وتوجه بشكل دقيق دون ركوب على الموجات والفشل وإلى آخره من أيام سايكس بيكو إلى الآن. فاليوم العالم تغير، الصراعات الدولية صراع ثنائي القطب، يعني يجب أن ننظر مواقع القرار الدولي والاتفاقيات القادمة. فاليوم ملف الصحراء أرجع وأقول مرتبط أصبح بأمور كثيرة. أولا بالجزائر، وهي أن تغير موقفها وتدعم المصالحة ومشروع الحكم الذاتي،
وتحقق إنجازات كبيرة ومهمة جدا، وبالتالي تنعش الاقتصاد بالمنطقة. صور المصالحة بين المغرب والجزائر تؤدي لأمور رائعة جدا بشمال إفريقيا. ومن ثم القمة العربية يعني فليعملوا بطهران، إذا كانت تريد إيران أن تفرض أجندتها على القمة العربية لن يقبل العرب، وستكون إن عقدت ستكون قمة على ورق مندوبين، قرارات حبرا على ورق، لأن القضايا الرئيسية هي فلسطين وقضية الصحراء المغربية وقضية سوريا، يعني خارج إمكانيات هذا الوضع كلياته. اثنين، التنسيق العربي، إذا الدبلوماسية غائبة، ملف حقوق الإنسان وتين دوف وما يحصل أيضا مرتبط بملف الصحراء، إذا الدبلوماسية غائبة، ملف حقوق الإنسان وانتهاكات تين دوف غائب، التنسيق العربي غائب، موضوع السلام والعلاقات العربية الإسرائيلية غائبة، نرفض التقسيم والانفصال أيضا غائب، الإرهاب، إرهاب بمالي بإفريقيا، ورأينا المؤتمر الأخير لمحاربة تنظيم داعش والخطر على إفريقيا، تهريب المخدرات، تجارة السلاح، إذا كله مرتبط بملف الصحراء المغربية، الصراع الروسي الأمريكي، الصراع الإيراني ضد العرب أيضا مرتبط، إفريقيا الأطلسي، حركات التشيع التي تحصل الآن بشمال إفريقيا وإفريقيا من قبل إيران، ونهاية القضية الفلسطينية. إذا انظروا إلى أصبح ملف الصحراء المغربية مرتبط بعدة ملفات عربية، ولكن نرى اليوم إجماع 90% من العرب على مغربية الصحراء وعلى دعم مشروع الحكم الذاتي، ولم يبقى برأيي سوى الجزائر، والتاريخ سيحمل ذلك قبل القمة العربية بنوفمبر، وليس صراعات التعاون، وعلى الجزائر يوم أن تعود للأخوة العربية وليس الفتنة، وعلى جميع دول المنطقة أن تتحد وأن تدعم مغربية الصحراء، وأن يذهب الناس يعيشوا بظل مشروع حكم ذاتي ويتطور في الأقاليم الجنوبية. ولاحظنا إحنا من خلال تقاريرنا وعملت المنظمة بعدة تقارير والتطور بالأقاليم الجنوبية، ونحكي يعني كلمة ضمير وحق في ذلك، ونتابع عن كثب ونحن واقعيين، ومع قرارات الأمم المتحدة الأخيرة التي لم تعد تذكر حق تقرير المصير وتدعم أن الحكم الذاتي هو حل معقول، وهناك اجتماع أكيد ب 31 أكتوبر قادم بمجلس الأمن، والتصويت ربما بالجمعية العامة للأمم المتحدة، هناك معطيات كثيرة يجب أن نعمل عليها منذ الآن ومن أجل دعم السلام. نحن يعني دورنا كممثلين حقوق الإنسان سواء بالمنظمة الدولية ولا بالملف السوري كلها يعني مع بعض، أنه ندعم السلام، ندعم الاستقرار، ندعم الأخاء والمحبة بين الشعوب، نقدر خصوصية كل المجتمعات، يعني حتى الجزائر نحن تعاوننا مع بأي ملف هم على حق فيه طبعا، ولكن ليس على حساب الانفصال ولا تدمير الوحدة المغاربية ولا المغرب العربي ولا المغرب الكبير. لن ندعم كحقوق إنسان نحن إلا الحق ووفق ما القرارات الدولية وليس قراءة 45 عام. إذا نعود على الماضي معناته نتمسك بالماضي ولا نقرأ المتغيرات الدولية. هناك دول لم تعد على الخارطة، ولاحظنا يعني ما ظهر من تصريحات إنه موريتانيا كانت بالمغرب والمغرب اعترف بموريتانيا، ومسيرة أخرى خضراء أو إلى تين دوف أو العلاقات الإسرائيلية مرفوضة مع المغرب ولسنا بحاجتها، يعني تصريحات متناقضة، وحرية رأي لأي شخص خرج بغض النظر عن الاسم. اليوم يجب أن نعمل وفق قرارات دولية، يجب أن نعمل على التنسيق العربي، يجب على الجزائر أن تحمل المسؤولية، ويجب على العرب جامعة الدول العربية أن يجلس مع شقيقتهم الجزائر ويتكلمون معها للمرة الأخيرة إلى أي قمة عربية والعرب ذاهبون، في ظل رفض الوساطات، في ظل الخلافات على كل القضايا الثلاثة المحورية. والجزائر لا تريد أن ترفع شعار المقاومة كما سوريا وإيران ويضحكون على الشعوب ودمروا سوريا. نحن من محبتنا على الشعب الجزائري وقلنا نرفض أيضا استقلال القبائل، ونرفض تين دوف، ونرفض البوليساريو، هناك حكم ذاتي، أنا الأوان الملفات والمصالحات، وإلا لن يكون هناك لا قمة عربية ولا غيرها ناجحة، وستبقى حبرا على ورق. القمم بالسنوات الأخيرة لم يعد هناك يعني وزن لها، والشعوب العربية لم تعد تؤمن فيها. في
في ظل المتغيرات الدولية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.